دونا ندير شي ماشي اذا كنشكروا الاخوان اللي بداو الدعوه راه حنا وجدناها المجموعه تاع الاخوان وتلبيه الطلب تاع السي عبد الصمد عريشي لان كنعتبروه صديق ديالنا حنا هذا خونا وصديقنا وحنا لبينا هذه الدعوه نظرا باش نشوفوا واحد المشكل قائم نديرو كمستثمر في المجال السياحي وداك شركه سوتيرن من هذا المشكل بغى يصوت عليه هو ونفهموا شنو هو شنو هي الابعاد تاع هذا المشكل شنو هي الاسباب المسببات غادي يفسر الامور ديالو ونخرجوا بواحد الفكره على هذا انا نسميه بين قوسين النزاع اللي كنركز عليه هو ان عبد الصمد راه جزء مننا كنعتبروه وان كل ما احتاجيناه باش يدعمنا ولا باش يوقف معنا الا وكيوقف باش نكونوا واضحين باش ما نحيدوا كل لبس وكل مسائل حتى نوقفوا عليه حتى هو رجل طيب عاوننا في جميع بالكثير من التظاهرات اللي كنا بنا على الصحافه الرياضيه والمسائل وكذلك في النقابه لا ايضا حتى انا في خدمه هذا واحد من التعاون اللي هو بيناتنا وغادي يبقى ان شاء الله دائم والدار تاع السي عبد الصمد راه مفتوحه لينا جميع كاخوان سي عبد الفتاح تفضل اذا نعطي شي كلمه ولا نعطيو السي عبد الصمد زيد السي يلا سي عبد الصمد يلا زيد اخذ سي سعاده فاسي عبد الصمد كان سنخلو هاجر كندا ومشيت تما تقريبا 4 سنوات ومن بعد فضل يرجع للمغرب باش يستمر هنا في مدينة فاس في مدينة اللي ترعرع فيها وعبد الصمد عريشي إضافة لهذا الشيء اللي ما قلت هو راه مراسل صحفي لجريدة العرب الاقتصادية منذ أزيد من 6 سنوات تقريبا وهو كما تنقولوا ابن مدينة فاس وابن هذا الحي اللي حنا جالسين فيه والضحى وهاد الدار هذه بنيه ديال الضيافه اللي اسمها دار العريشي او قصر العريشي فهي هنا فاش كان تيسكن هو والدين ديالو الله يرحمه وخوتو وداك الشيء فلهذا ما بغاش يفرط هو في هاد الدار هذه نظرا عندها واحد الاقدميه وعندها واحد التاريخ وداك الشيء فلهذا هو بغا يستثمر فيها كدار ضيافه وقريبا صار يشرع فيها هذا عمل ان شاء الله تفضل سعاده نشكركم على الحضور فيما يتعلق بالمشكل هو مشكل مع واحد الشركه اللي دخلت لهذا المحل بواحد الطريقه احتياليه بكل صراحه نهضر معكم بالصراحه وبالوثائق يعني كانت واحد الشركه ديال برانوما كانت تستملكها أونا هاد الشركة فسخت العقد في 2004 وصفت رسالة للملك اللي كنت داك الساعة عندي اتفاق معاهم في الشراء صفت لهم فسخ العقد جاء واحد العامل عندهم خدا المفتاح وداه ما عطاش المالي فإذا به تيجيب شركة سوتيرما تيدخلها لما واجهت شركة سوتيرما لقيت عدة مشاكل لأن ناس طاغيين جبابرة ما تيهضروا معاك ما تا حاجة بقيت نساعد معاهم حتى لواحد الوقت يعني هذه 5 سنين بديت نساعد معاهم هذه 5 سنين على صعدت معاهم لأن عندهم واحد الكاميون تيدخل بدات يقيس لي السوايع بدات الشقوق عندي في البناية التجأت لرئيس المجلس البلدي مخاطرة لا راه مجلس المجلس ودرت شكاية خرج الجنة جا عندهم قال لهم اودي ما جاوبوش بعدا اساسا ما مشاوش عندهم اتخذ القرار الاغلاق ناد غلق المحل فاش غلق المحل وقع اتصالات من جملة الاتصالات انا اللي كنت عنده في المكتب الناس بداو بحال سلطة فوق منه تتقول له افتح داك المحل قال لهم ما نفتحوش بلا قانون هذه الشركه ديالكم ما عندهاش العقد وهرس سوالي لهذا السيد وهو خاسر واحد الاموال في داك المشروع السياحي ما يمكنش نضيعوه فيه مشى بقات ديما تيتصلوا واحد النهار اتصلوا بيا باش يجي واحد المدير عام اللي هو مسؤول في الشركه باش يجي لفاس طلبوا مني نطلع للدار البيضاء الشركة فاش طلعت هو جا دخل البلدية فجيت في العشية لقيته صوبوا له رخصة
دخلت عند السيد رئيس مجلس الغد قلت له واش قال لي عريشي راه هاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله انا راني بنيت على الرخصه على الباطل دار في سعيد الكوان قال له قطع داك الرخصه ما يمكنش نعطيها لك فاس المدينه المقطعه فاس المدينه الرئيس ماذا سيدي بقاو اتصالات عيطوا شي مسؤولين قلت لهم اودي باش ما نحرجكمش دابا ديروا معاهم شي حل اللي يرضي الاطراف انا ما عنديش غرض بالمحل انا عندي غرض يصلحوا لي المحل يصلحوا لي داك السواري اللي مهبسي اجتمعوا عيطوا لي قالوا لي غنعطيوه رخصه باش يفتح المحل باش نفتحوا له لان كاين الاغلاق باش نفتحوا له ويصلح المحل ويدير معاك العقد ويجي ياخذ الرخصه قلت له تبارك الله مشينا على هذا الباب فتحنا له لا غدا جابوا كاميون وبداو تيبيعوا ويشريوا جا داك مول الكاميون هبط عنده قلت له ما تدخلش لهذا المحل قال لي لا انا عندي تعليمات باش نهرس السواري لهذا المحل وغنريبوا هذه العماره عيط للسيد السيد القائد كاين مراه هنايا قائده اتصلت بها قلت لها لا فوالا 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 عيطت لهم قالت لهم منوع عليكم تدخلوا للمحل قالت لي علاشي انت خصك تلتجئ للقضاء في هذه الحاله تلتجئ للقضاء لان ما بقالناش ما نديروا معاهم نهتهم شحال من مره ما رفضوا التجئت للقضاء كتبت شكايه للسيد وكيل المالي بداك مول الكاميون جابوا لي عصابه بعدا فيها سبعه ديال الناس وداك مول الكاميون بدا تيهددني وانا تنطل هو تيهددني تيقول لي انا عندي تعليمات بشريه كتبت شكايه لوكيل المالي تنحكي له فيها الاحداث اللي وقعت انا هبطت من عند وكيل المالي في الجوج انا دخلت في باب العماره وجاو عندي جوج مع واحد المسؤول دفعني وقال لي غنخوي بصحه عليك ويلا هضرتي غنديروا معاك اللازم جاب لي خمسه هنا جاب لي جوج هنا وخمسه جلسهم قبالك العماره وعندي تصاور ديالهم دخلت انفعلت كان ولدي حتى هو انفعلنا ما درت واحد لو جيست اللي ما كانش خصو يدار حتى واحد الدرجه باش بقاو هنا في تالي نسحب مشيت داك الساعه الطبيب درت شهاده طبيه والتجت عاود له وكيل الملك شهاده طبيه في العجز ديال 21 يوم لحد الساعه هادشي في المسلم شنو كطلب دابا شنو انت ما هاد الناس طالب منهم رئيس المجلس عطاهم رخصه تيقول لهم صلحوا المحل ديال السيد بغاوش يصلحوه هاد الناس طاغين هاد الناس جبابره في البلاد هاد الناس انا في المحل ديالي جاو تيحلوا المحل ليل ونهار فاش بحثت لقيت داك السلعه اللي كانوا تيجيبوا لهنا كلها مسروقه انا درت عليهم واحد شويه الصداع شنو داروا اتهموا شي وحدين الابرياء صافطوهم راه مازال في التحقيق بحال واحد السيد الشطيبه وواحد المهم وعلى وقت لافته تنشرح فيها ان هاد الناس وهاد الناس تيختلسوا اموال سيدنا اموال الشركات وتيختلسوا الضرائب يعني تيخربوا المغرب يعني بحال اللي شتيو في اللائحة 830 مليون ولا 3 المليون شراو سيارة المسؤول داروا يعني هادشي ثابت وقائم وراه في المحاكم داك المحل اللي فيه هادشي اللي نايت عليه ملكية ديالكم هذيك المهم الأصل ديالكم الأصل ديالكم كاري ليهم انا داروا الاحتيال هما في العقد كي انا قلت لك الاول هما دخلوا معايا في واحد الدوامه اللي سيدنا ما يرضاهاش سيدنا حول الشركه اللي كانت ديال البراسه حولها ناضو هما تيقولوا لي دابا لا سيدنا هي خفى الشركه ديالو وهذا كلام خطير وهاد الناس ما تيحشموش
سيدنا خفى الشركة ديالو وحنا مازالين قائمين بهذا العقد. شنو قادر مما جعلها تصطدم بأعمدة وجدران البناية مرات متعددة، مما تسبب بشقوق وتصدعات بالبناية كلها. وخوفا من وقوع كارثة تقدمت بشكاية السيد رئيس المجلس البلدي الذي فتح تحقيقا في النازلة، حيث أصدر قرارا بالإغلاق تحت عدد 51 بتاريخ 10/7/2017، وعند طلب الشركة لرخصة الاستغلال تم قبول طلبها مؤقتا شريطة أن تقوم بالإصلاحات الضرورية أولا مع موافقة المالك، إلا أن المشتكى به الأول قام بانتهاك قرار المجلس البلدي والسلطة المحلية، حيث عمل على استغلال المحل إذ قام بإحضار شاحنة محملة وإفراغها بالمحل قبل القيام بالمطلوب بالرخصة المؤقتة، حيث تعرضت على إفراغ الشاحنة، مما جعل المشتكى بهم يستشيطون غضبا في وجهي، حيث واجهوني بوابل من السب والشتم والقذف والتهديد بالنيل مني، بل إن المشتكى به حسين مبكر سائق الحافلة هددني بإدخال الشاحنة للمحل وكسر أعمدة البناية وهدمها فوق رؤوسنا إن اقتضى الحال، إضرام النار في المبنى. لذا ألتمس من جنابكم لذا الشكاية للقضاء. شنو القضاء؟ قالوا لي ما خصهمش، عطيتهم النسخه ديال اللي عطاوهم رئيس المجلس، قالوا لي ما خصهمش يدخلوا للمحل خصهم يصلحوا. انت المحامي عندك المحامي؟ لا مازال دابا مازال ما جات البوليس. اسي انت دابا مازال عندك بينك مقيم على برا؟ لا كنت على برا. ماشي على الاقل في هذا الاطار ديال الهجره ما شفتيش وزاره الجاليه وديال مجلس وزاره الجاليه؟ مجلس الجاليه عندهم واحد المكاتب في الشكايه. إيه هنا شوف الله يجازيك بخير، أنا أكون واضح لأن أنا مغربي وتربيت هنا وتعرف من غير سيدنا ما كاينش اللي يقدر يصلح هادشي، من غير سيدنا ما يمكنش تصلح هادشي، هذا فساد كبير، سيدنا هو الوحيد اللي يمكن يصلحه. يعني شنو الطبيعة العقد اللي ما عنديش عقد معاهم أنا ما عنديش أول العقد الأول في 71 وتفسخ في 2004 بريمير شو درجة عقد معاهم؟ لا ما عنديش عقد تفسخ ديال 2004 لا ما عنديش العقد. واش كتخصكم في شكاية؟ لا درناهم دابا أنا هادو لا هذا احتلال ديال الملك. واش من التلاعب؟ دابا الترامي دابا الترامي على ملك خاص تعرف شنو داروا دابا هما. انا مضطر باش يصلحوا لي داك السؤال. ما مشيتش للعقد ولا للكراء. انا شنو وقع لي قبل في 2013 ما بغاوش يخرجوا، عييت نحاول معاهم، بغيت ندير معاهم عقد. فاش درت معاهم العقد مضيتو وخداوه باش يسنيوه في الدار البيضاء، وهما خداو منه الرقم الحساب ديالي ووضعوا لي مبلغ ديال 48000 ريال اللي هو كان ب 96000 ريال زوين، وبقى عندهم العقد. لا تفنيت معاهم كونطرا ما سنيتش. انا سنيت انا الاول عمر سنيتي ما عندهمش دابا هما يعترفوش دابا. دابا انت ريزيليتي في 2004 المحل ديالك ما عندك العقد معاهم يا ولد يعني المحل مسدود. لا محلول حلوه هما في الوقت دابا غير حلوه هما. واش كتوصل بشي كرا؟ كتوصل بالكرا خداو النمرة ديال الحساب وتيفيرسيو لي فيها الكرا تيفيرسيو لي بكام 96 وردو. هادو ناس في المغرب الاحتيال قال العقد اللي فيه 96 عندك؟ لا هنا فين كتكون نسبة تقدر نقولوا إذا كانت عنده واحد العقد وأنت ساني فيه ما عندوش. لا كتوصل حتى باجره شهريه ما عندوش. كتوصل باجره شهريه خدا. واش انا غناخذ لواحد الدارون ندير له
دابا هما انا بالنسبه للكراء ما طالبتهمش. لا 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 فاش كملت وواجهتهم ما ناقشتهمش. دابا انت باش هو الملك الاصلي؟ انا الملك الاصلي دابا حاليا. لا قلت لي لان انا شريت كريدي بحال عاد خدا وعاد انا خديت البنايه. هما العقد الاول مع من؟ العقد الاول مع اللي بناو العماره. لا انت شريتي هاد العماره؟ انت دابا عندك واحد من الناحيه القانونيه، انت كطلب مراجعه داك العقد اللي كان عنده مع سميتو، لان انت وليتي هو الملك الاصلي ديال واحد الملك اللي كان عنده واحد الناس ودايرين عقد معاه. هادشي راه خصك تدخل مسطره اخرى. لا 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 هي باش نفسر لك، هذوك الناس احتالوا عليهم تاهم. شوف انا في السياق ديالي غادي انهم يصلحوا لي العمار. حساب السمر. شوف صافي اسمع لي دابا انتيا بزاف ديال هنا طرحتي بزاف ديال الاشكالات. الاشكال الاساسي اولا عندك هو هذا الملك ما كانش ديالك ولا ديالي، بمعنى الناس اللي فيه كلهم الا كانت عندهم عقود مع ذاك الملك كتدخل عليها يعني تعديلات. بالضبط هذا هو اللي خاصك تقوم به. اي حتى السؤال مطرح صافي خليه يكمل بواحد الاسئله. اجي لا 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 التليفون عندك. السؤال مطرح، وهذوك الناس اللي كانوا كارين معاهم العقد اللي كارينهم واش رضاهم باش يخرجوا باش يسلموا لك نتايا ولا ما رضاهمش؟ لانك دخلتي انت على لافير كامل. لا ما رضاهم فهمتي. هاد الناس هو الاشكال اللي كاين. هاد الناس صفطوا لهم الفسخ ديال العقد ياك. جا واحد المسؤول داس السارود ديال المحل وسد المحل 4 شهور ومشى. شنو دار؟ خدا رقم الحساب اللي كانت تتوضع فيه براسري لذاك الناس وبدات يوضع لهم داك الفلوس داك المبالغ لانهم يعني مازالين كاريين. بالضبط. ومن بعد مشى خدم في سوتيرما وجاب شركه سوتيرما دخلت والتي فيرسي بسميه سوتيرما. ولكن علاش كنتي كتشد الفلوس؟ دابا انا انا شرحت لك. لا ولكن عندك فلوس كتشدها هو فهي دليل واعتراف على الكراء. واخا ما عندكش عقد انا ما تنقولش ما كاينش رابط الكراء بيني وبينه. لا وانت قلت له راه ما كاينش رابط. لا عقد الكراء ما عنديش معاه. واخا راك شديتي الفلوس. لا رابط الكراء دخل على شي قانونيه. لا بلا قانونيه راه كارثه. القانون غادي نرد عليكم غادي نمشيو وحده ما تبقاش بالنسبه للعماره. غادي نمشيو حنا بالنسبه للعماره فيها هذا فيها محلات خديتيها انت كامل. المحلات اللي كاينين فيها مثلا الخياط والكوافير واش جددتي معاهم العقود؟ جددتي معاهم العقود ياك. بقات هذه المشكل ديال هاد سوتيرما هي اللي ما جددتيش وقع فيها المشكل. ملي ما جددتيش معاهم العقد فاش تفسخ العقد ديال 2004 ياك، واش في ديك اللحظه من ديك اللحظه لدابا ديك الفلوس ديال الكرا كنتي كتسلمها؟ يعني ان بحال راك جددتي العقد اوتوماتيك. انا جددت العقد دابا هذا العقد راه معاهم دابا. انا جددت العقد ها فوقاش ها التاريخ دابا هنا فاش جددتي معاهم. هنا فاش جددت العقد ودخلت الدوس سميت ولدي ولكن العقد خلاوه في كازا ما صفطوهليش. يعني ان احنا العقد ما عندناش مشكل فيه ما عندناش. اللي كطالب فيه هو الاصلاح. هذا هو. لا هادشي خلاصه ديال الخلاصه باش ما ندخلوش باش ما يعني ان المطالبه ديالك انت حاليا هو الاصلاح ديال داك المحل اللي كيهدد العمار. بالضبط. هذا هو المشكل اللي مطروح. هذا هو اللي بغينا مش المراجعه. لا لا لان داك المشكل ديال الفلوس اختلاسات داكشي كيهمهم ما تيهمكش انت في هذه اللحظه. انا درت معاهم عقد فيه 96000 ريال و 3% في البيع. اذا دخلت لي شريك. ودخلت الماء والضل المحل في سميت ولدي
باش ولدي غيدير رخصه. هذا هو علاش خليتهم. جاهم خداو العقد وخداو عين مراد الحساب وبداو تيفيرسيوني اللي بغاو. العقد اللي درتي فيه 3% موقعو انت وهما؟ لا هما تيوقعو في كازا. ولكن قال لي وقعت ولكن يمكن ما وقعتوش انا. قلت له وقعوا هما وعاد جيبوا لي نوقع. ما بقيتش عاقل بالضبط. انا هذا ملي كتدخل فيه 3% كتولي شريك. هو دابا المحامي قال لي غنديروا شكايه بهاد مطالبه الوثائق بعدا هي الاولى بهاد الاحداث وغنجيبوا داك السيد اللي دا لك العقد لكازا نحضروه راه في طنجه ونمشيو لقضية التحقيق. هذا هو دابا حاليا النقطه الاولى هو الاصلاح. دابا تنطالب هي بالاصلاح ديال المحكمه.